سميتي سميرة الهاشمي، جي 27 عام، كنحضر الدكتوراه ديالي في سيونس دو ادوكاسيون، وخدامه كوم ريسبونساب ميدياتيك في اون ايكول دو كوميرس اي ديكونومي. كنت كندوز لي فاكونس ديال المسيرة الخضراء عند اختي في اكادير، الوغ كنا راجعين وانا كنسكن في الصخيرات، والاكسيدون بار كوينسيدونس وقعت في الصخيرات. الوغ الكوندكتور نعس وتقلب الكار، تقلب الكار على الجهه اللي كنت انا، على الجهه اليسرى، وتقلب الكار على هذيك الجهه. الوغ الكار بقى كيجليسي واحد 80 متر، هو كيجليسي وانا جو بير مون برا. الحمد لله ما عقلتش مع لف ديال الضربه ايتو، وقال لي بزاف الحوايج ابار انا يدي تقطعات، اون فيسور في لا ماشوار، دي بوينت سوتور في وجهي، في زعما بارتو دو مون كور، يعني وقال لي بزاف الحوايج ابار انا يدي مشات. صافي فاش وقعت لاكسيدون انا ما عقلتش، ولكن الناس اللي كيعاودوا لي، الناس اللي كانوا معايا في او مومون دو لاكسيدون، الناس اللي كيعاودوا لي قالوا لي بلي انت ما حسيتيش، زعما بغيتي تحركي يدك ابري مع كانت مازال زعما مازال لاصقه، ولكن زعما ما عندهمش كيفاش يعتقوها، ما زعما سيتي ترو طار. قالوا لي راه وقفتي وحاولتي انك تحركي يدك، وفاش ما بغاتش تتحرك ليا جمعتها ومشيت كنعاون الناس. انا انكونسيامون كنعاون الناس بيد وحده، حيتاش كان فويت ديال ليسونس، زعما كنا خايفين من توقع شي حاجه غاف، وكنعاون الناس. وفاش جات لومبولونس خليت الناس اللي عندهم لي كاب بلو غاف يمشيو، وانا بقيت كنتسنى لومبولونس الاخرى، يعني ما فكرتش في راسي انكونسيامون، هادشي ما بقيتش عاقله، لانكونسيونس ديالي هي اللي كدير هادشي. فاش مشيت لوبيتال عيطت الوالدية، جاوبتني ماما قلت لها فوالا راه درت ان اكسيدون وراه ريدي ما كنحش بها. قالت لي كلمه وحده، قالت لي بنتي الا كانت ديالك راه ديالك، كانت الله راه ديال الله. لو 9 نوفمبر 2015 هذيك لا دات كانت هي لا دات ديال لو شانجمون ديال واحد، من واحد الانسان لواحد الانسان اخر. الوغ كان هذاك الحدث ديال هذاك النهار اللي تي تري ماركون، وساهم بزاف باش سميرة تبدل من واحد الانسانه بواحد الكاركتير لواحد الانسانه بواحد الكاركتير تري ديفيرون دون لو سونس بوزيتيف. كنتفكر هذاك الشهر كل عام كوم ان انيفيرسير، واحد عيد ميلاد جديد، حيتاش لاكسيدون كان تري غاف وكان في امكاني انني نموت، مي ربي حفظني وحفظ الناس اللي معايا. الحادثه سببت لي باش يقطعوا لي يدي اليسرى. كنت تخيل شي واحد تقول لي راه كوم كوا راه غتمشي لوبيتال غيقطعوا لك يدك، راه ما بقاتش ما يقدوش يعتقوها ليك، راه زعما اللي تي دون زان ايتا غاف. الوغ بزاف ديال لي شونجمون وقعوا لي من بعد. لو ستيل فيستيمونتير ديالي تبدل، بدلت بزاف الحوايج في حوايجي، لا فاصون باش كنلبس. كان خصني ضروري نتغطى بان شال، خصني ضروري في الاول دون فاصون باش نتخبى من الناس، باش الناس ما يشوفونيش، باش الناس ما يبداوش يقولوا شوف هذيك البنت ما عندهاش يدها، ما عندهاش هذه. الوغ كانت كتقلقني، كنت نقد شي واحد يبقى يشوف فيا ولا يشوف فيا. دابا كنقرا التعابير ديال الناس، قد شي واحد يشوف فيا نقد نقول له علاش كتشوف. من بعد ما بيبليت لو بروميير ارتيكل ديالي فاش كملت عام على لاكسيدون، جي ديسيدي انني نبيبلي واحد لارتيكل نعاود فيه القصه ديالي، نعاود فيه شنو استفدت، نعاود فيه الحوايج الزوينه، نعاود فيه الحوايج الخايبه اللي استفدت منهم. وجي ديسيدي انني نلبس ان تيشيرت نصكم باش تبان، باش تبان زعما ليطا ديال يدي. الوغ فاش بيبليت هذاك لارتيكل بزاف ديال لي جروب، بزاف ديال لي باج، كيجوني بزاف ديال لي ميساج، كنخرج في الزنقه كيعرفوني الناس، يقول لي واش نتي اللي بيبليتي هذاك لارتيكل، وكيقول لي برافو عليك وهادي. الوغ انا بيبليت هذاك لارتيكل باش نشجع الناس، و او ميم طون لقيت الناس كيشجعوني اكثر. الوغ لا فولونتي ديالي تزادت، الثقه في راسي تزادت،
كنحس براسي انني سوغ لا بون فوا. انا الزوج ديالي تعرفت له 19 جوغ افون لاكسيدون، يعني كنت فيزيكمون نورمال. الوغ فاش وقعت لاكسيدون قلت له فوالا، دخل عندي فاش كنت يلاه خرجت من لوبيراسيون، قلت له فوالا شو انا شو قال لي، يعني بلا ما تبقى شاد راسك معايا، يعني بلا ما تبقى حياتك مربوطه بيا، يعني صافي الله يعاونك الله يهدي. ويقول لي صافي تصفيق من البنج ونهضره. يعني رجع هذيك الهضره اللي تنقول راه ماشي هضره 100% صحيحه. صافي ومن تما هو معايا، ما عمره ما خلاني فوالا. العائله ديالو الحمد لله، زعما في الاول انا ما تزوجت صافي لونطون، صافي شي 3 mois يلا تزوجت. كنا في زعما اون غولاسيون بوندون تقريبا 2 ans، ويلا 3 mois هادي باش تزوجت. كيفاش عائله راجلك غتشوفك، سورتو كحنا في واحد المجتمع شويه ليميتي بالنسبه لهذا الموضوع. صافي الحمد لله كان زعما تقبلوها وكانوا مزيانين ومزيانين معايا دابا وكل شيء بخير. لا ترانكيل، جي روبري لو ترافاي ابري شي 2 mois. انا اصلا دوزت اون سيمين في لوبيتال وقلت لهم بغيت نرجع للخدمه، خصني ضروري نخرج نحس براسي زعما بروديكتيف، نحس براسي انني اوتونوم، نخدم نتخلص نصرف على راسي، يعني نكون انسانه منتجه فوالا. انا زعما ماشي تمشيت لداري ودرت داري ان عاد وليت كندير هادشي، لا في دار والديا كندير كلشي زعما الحمد لله، ولا احتاجيت شي حاجه من الدار كنطلب المساعده، كنحاول انني نديفلوبي القدرات ديالي بوحدي، اي حاجه نقد نديفلوبيها، بغيت نقطع هادي بغيت نقاد هادي، كنحاول انني نرسم هذيك لا سيتوياسيون في عقلي ونبدا نقولها لي زوبستاك اللي زعما غنوقف عليهم، ها كيفاش غندير نخرج منهم. والحمد لله زعما كنطيب راسي، كنطيب زوين وكنطيب بنين والحمد لله. طراو ليا بزاف ديال لي زانيكدوت في مورا لاكسيدون. واحد النهار كنت غادا لاكار وتلاقيت واحد السيد كيسعى مسكين، اجن بحالنا بحالو، ويقول لي اختي صدقه، وكان عنده لو ميم كا ديالي، حتى هو يدو لي صراف نفس النيفو في نفس كلشي. وانا باش نضحك معاه حيت انا اصلا من مورا لاكسيدون ومن مورا لارتيكل وليت كنرجع هادشي اللي وقع ليا ضحك، اي حاجه كنضحك بها. قلت له راه انا حتى انا بحالي بحالك، هو يشوف فيا وهو خشى يدو في جيبو، هو بغى يعطيني فلوس، ما هو بغى يبارطاجي معايا. وقلت له لا راه حشومه وزعما انت اللي محتاجهم كثار وداك الشيء. قال لي والله حتى تاخذيهم، وخديت واحد الدرهم من عنده وباقي عندي هذاك الدرهم. كنبغي نشكر والديا بزاف، كنبغي نشكر ماما وبابا وخواتاتي وخوتي، كاع الناس اللي وقفوا معايا، فضلهم كبير عليا وما ننساش ليهم خيرهم. وفاش كتلقى داك لوسوتيان ديال العائله كيزيد يسهل عليك بزاف ديال الحوايج. الوغ بالنسبه للزوج ديالي كنقول له الله يخليك ليا، وزعما لوسوتيان اللي عطيتيني دوغون هذيك لا بيريود كامله اللي من مور لاكسيدون، سهل عليا بزاف الحياه وسهل عليا لاطاش وعاوني بزاف ديال باش نخرج ونرجع للخدمه ديالي ونكمل قرايتي ونعيش الحياه. وبالنسبه للشخص اللي كنت في لاكسيدون وغطاني بلا ما نعرفو كنشكرو بزاف، وكنقول له بلي هذاك لو جيست اللي درتي معايا كيبين ولا كيفكرنا باللي مازال الخير في الناس، ومازال الناس اللي ما كنعرفوهمش يقدروا يديروا فينا الخير. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.